ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هو الفيديو بتاع الجزء الثاني من مفضلاتي ل 2020. في الفيديو بتاع النهارده هتكلم معاكم على مفضلاتي بالنسبه للجسم وللميك اب. خليني بقى ما اطولش عليكم وندخل في الفيديو على طول. بصوا بقى، الحاجات برضو معانا اللي في الفيديو ده كبيره وكتيره زي الفيديو اللي فات. برضو هوريكم المنظر عشان تبقوا عارفين. بصوا، في برضو قدهم قدامي، ماشي؟ فبرضو هقول لكم زي الفيديو اللي فات، هاتوا حاجة معاكم تشربوها عشان برضو هنطول مع بعض، معلش استحملوني. بصوا بقى، هبتدي الاول معاكم بحاجات الجسم، بعد كده نكلي على حاجات الميك اب في الاخر، لان انا كجيسي ماليش في الميك اب بصراحة. يعني حتى حاجات الميك اب اللي عندي حاجات خفيفة جدا وبستعملها كل فين وفين يعني، فنخليها في الاخر. معلش بالنسبة للناس اللي بتحب الميك اب تسامحني، بس انا حته الميك اب دي مش هعرف افيدكم قوي، بس انا اوعدكم ان انا هتعلم مجال الميك اب وهفيدكم. بصوا، اول حاجه عجبتني جدا في 2020 هو الغسول بتاع بيز لاين، تمام، والكريم بتاع بيز لاين. طبعا انا عملت لهم فيديو مخصوص واتكلمت فيهم بالتفصيل الممل، فبرضه مش هطول عليكم فيه. هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن، اللي ما شافوش يروح يشوفه، حقيقة هتستفادوا جدا بجد. احسن غسول لمنطقة البيكيني او للمناطق الحساسة عامة، سواء البيكيني او الاندر ارم، واحسن غسول تفتيح انا استعملته في حياتي لمنطقة البيكيني ومنطقة الاندر ارم. فحقيقي الاتنين دول روعة جدا جدا جدا. يعني ما اعتقد الغسول ده انا اصلا مش هقدر استغنى عنه، تمام. لكن الكريم ممكن اغيره واجيب كريمات تانية برضو للتجديد مش اكتر، ماشي. الحاجة اللي بعد كده وهو الشاور جيل ده من افوفا، تمام، ده بريحة الفلورال، ريحة بقى ورد وكده. انا عامة بميل للحاجات الشجري وبميل للحاجات اللي هي بتبقى زي الفانيلا والحاجات دي كده، لكن ما بحبش بصراحة الروائح اللي هي الشرقي بقى، العود والمسك والحاجات دي قليل قوي، لما مثلا روايح شرقية تعجبني. لكن انا بميل اكتر للروايح اللي هي بتبقى الشجري والروايح اللي هي الفرنسية عامة، يعني اللي هي بتبقى هادية ورقيقة دي. فبصراحة الشاور ده عجبني جدا، ريحته طبعا عجبتني. تاني حاجة ما بينشفش جسمي، لان انا عندي فوبيا ان انا استخدم حاجه لجسمي ايا كان بقى، صابونه، شاور، اي حاجه ان هي تنشف في جسمي، لان انا اصلا طبيعه جسمي جافه. وحتى لو انا طبيعه جسمي جافه، لو استخدمت لجسمي حاجه تنشفه، الجفاف ده بقى هيسبب لي مشاكل كتيره قوي انا في غنى عنها بصراحه. فبصراحه عجبني قوي. كمان كنت جايبه البادي سبلاش بتاعه، يعني انا كنت جايبه الشاور جيل والبادي سبلاش، بصراحه حلو جدا. بس في حاجه برضو عشان اكون صريحه معاكم، روايحهم مش ثابته قوي، يعني ما بتقعدش كتير كبرهم. يعني انا بستخدم الشاور جيل وبعديه البادي سبلاش على طول عشان اخلي الريحه تستمر لاطول فتره ممكنه، بس ايه اطول فتره بتوصل لهم؟ يعني مش بتعدي الثلاث ساعات والريحه بتبتدي تروح، بضطر ان انا ارش تاني بادي سبلاش منه. بس في المجمل العام كويسين. يعني انت لو انت عروسه او عايزه حاجه حلوه تبقى ريحتها كويسه ويعني وتثبت برضو كويس، انا كنت جايبه الاثنين دول. كان عرض الاثنين مع بعض كانوا عاملين تقريبا 170 جنيه حاجه زي كده، تمام. فسعرهم يعني سعرهم كويس جدا، فكويسين. ممكن اكررهم تاني؟ لا، اجرب برضو حاجات تانية، ماشي. الحاجه اللي بعد كده وهو الباودر دي، تمام، من انشانتر. دي بودر للجسم، دي بريحة الكراميل. بصراحة دي انا بستخدمها في الصيف فقط، في المناطق اللي بيبقى فيها مثلا عندي عرق وكده، وبرضو بستخدمها مثلا اكتر في البيت. فبصراحة كويسة جدا، ريحتها حلوة قوي قوي قوي، فعلا ريحة معرفش ريحة نظافة كده. انا بحس لما بستخدمها ريحة نظافة، بتنعم البشرة، الجلد ده حلو قوي. تاني حاجة يعني بتدي كده ايحاء، ايحاء تمام، ان انت جسمك بقى فاتح او ابيض بصراحة يعني. فحلوة جدا، ممكن اكررها تاني
ما اعتقدش انا يعني هكررها تاني بس بروايح تانية، وانا اصلا اوريدي جبت روايح تانية بس لسه ما جربتهاش، لما ابقى اجربها هبقى برضو اقول لكم انه ريحة احلى وكده. بس عامة الريحة دي يعني هي حلوة تمام. دي سعرها والله مش فاكرة يعني، هي حتى كبيرة يعني، عايزة اقول لكم انا ما خلصتش حتى نصها يعني، مش فاكرة والله سعرها كام يعني. الحاجة اللي بعد كده وهو البادي سبلاش ده تمام، من شركة اسمها برايف، ده بريحة الكاندي تمام، ده ريحته قريبة شوية من ريحة الفانيليا، ريحة الكوكا باتر كده يعني الروايح دي. فبصراحة الروايح دي بحس ان هي عايزة شتاء اكتر، فحلو جدا. ثباته عشان برضو بصريحة صريحة معاكم مش حلو قوي، ثباته متوسط يعني، برضو بيوصل حد اقصى 3 ساعات وبعوز ان انا ارش منه تاني، بس بصراحة ريحته حلوة جدا قوي قوي قوي. انا برضو على فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، مش كل اروع يعني مش كل روايح الفانيليا، الفانيليا برضو ليها درجات، مش كل الدرجات بتعجبني بصراحة. الدرجة دي عجبتني جدا 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 يعني. افوفا كان في منها فانيليا، انا ما عجبتنيش ريحة الفانيليا بتاعت افوفا. ليه؟ لان هي كانت ريحة فانيليا بالكوكونوت، فكوكونوت مع فانيليا انا ما استلطفتهوش بصراحة يعني، لكن دي حلوة قوي وسعري سعره تقريبا في رينج من 60 جنيه ل 80 جنيه على حسب المكان اللي انتوا هتجيبوه منه ماشي. الحاجة اللي بعد كده وهو السبراي ده من فوق تمام، ده اللي هو اسمه ايسنس تمام، ايسنس لان ده لونه مش عارفه باين لكم ولا لا، لونه فوشيا فوق. بالنسبه للحريمي في نوعين فوشيا، نوع اسمه ايسنس ونوع تاني مش فاكره بصراحه اسمه ايه. ما تجيبوش النوع التاني يعني، لو انتوا عايزين اسبري تمام وسعره مش غالي، سعره تقريبا كان ب 55 جنيه. عايزه اقول لكم انا اصلا اوريدي عندي واحده تانية جوه شايلاها يعني، دي اصلا لسه ما خلصتش، لسه فاضل مثلا بتاع كده يعني ربعها. ريحة ايسنس دي بجد يعني روعة جدا جدا، بصوا اسمها اهو، روعة قوي 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 بجد يعني، هتحبوها جدا. بس هي ريحتها تقيلة شوية، بس هي بتبقى تقيلة اول ما بنحطها، بعد كده لما بتهدى فعلا بتبقى روعة يعني. هاتوها على ضمانتي وهتعجبكم جدا جدا، بس خدوا بالكم انا بقول لكم في نوع اللي هو ده اسمه ايسنس وفي نوع تاني اسمه تشيليس حاجة زي كده، ما تجيبوهوش ريحته بشعة بشعة بشعة، انما ايسنس ده بصراحة جبار يعني. الحاجة اللي بعد كده وهو البادي لوشن ده من فازلين، ده بالكوكا باتر، هرجع تاني اكد عليكم انا ريحة الكوكا باتر ما بحبش، ريحة الكوكا باتر عامة على فكرة في اي حاجة ما اعرفش ما بحبهاش، هتقوليه ازاي ما اقولكم ما اعرفش بصراحة. بس ده عجبني مش عشان الريحة، عجبني عشان الترطيب، بس ده عايز ترطيب في الصيف، في الشتاء هيبقى ضعيف معانا، فده بصراحة كان ترطيبه كويس جدا. كان معايا في الصيف كان بيقعد باليومين يعني، مثلا لو ما خدتش شاور لمدة يومين يعني بيبقى مرطب جسمي وبيبقى حلو جدا. ممكن ان انا اكرره تاني؟ لا عشان ريحته بصراحة، لكن ممكن اكرره عشان ترطيبه، بس برضو لا مش هكرره يعني، اجرب حاجات تانية برضو احسن. سعره تقريبا كنت جايباه بحاجة و70 جنيه، ده الحجم الصغير ماشي. الحاجة اللي بعد كده وهو الهاند كريم ده من اوريفلام، ده اللي هو ميلك اند هاني، بصراحة عجبني جدا جدا جدا، ده عايز شتاء مش عايز صيف، لان هو ترطيبه عميق والبشرة مش بتتشربه بسرعة، فده عايز شتاء، لكن صيف ممكن يبقى مدهن معاكي او كده، لكن بصراحة في الشتاء ترطيبه حلو جدا جدا. هو تقريبا فاضل فيه لحد هنا يعني، انا خلصت كل ده، فبصراحة عجبني جدا جدا وكنت جايباه في اوفر، بصراحة مش فاكرة كنت جايباه بكام، لان انتوا عارفين اسعار اوريفلام وايفون والحاجات دي بتتغير على حسب الشهر يعني. برضو انواع برضو هاند كريم تانية جربتها وعجبتني، الكريم ده من لوفيا، ده بالشيا باتر، بصراحة انا حبيته جدا 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 بطريقة جامدة جدا. البشرة بس ده بقى عايز صيف تمام،
ده الجلد بيمتص بسرعة جدا، ريحته حلوة، بيخلي ريحة ايدك حلوة، وفعلا بيرطب ترطيب كويس، بس عايز صيف مش عايز شتاء. سعره تقريبا كان ب 80 جنيه من الصيدلية. برضو الهاند كريم ده من اوريفلام، اسمه جولدن اديشن، تمام. ده شكله عارفة باين لكم ولا لأ؟ هو حجمه صغير 30 ملي. كنت اخداه هدية، في كنت طالبة اوردر من اوريفلام وخدته هدية تقريبا. ترطيبه حلو قوي قوي قوي، بس عايز صيف برضو، لان هو ترطيبه من خفيف لمتوسط، مش عايز شتا خالص، والجلد كان بيمتصه بسرعة، وكان بيسيب ايدي ناعمة قوي قوي قوي. انا عمري ما جربت هاند كريم كان بيخلي الايد بيسيب الايد ناعمة قوي كده بعد الجلد ما يمتصه. بصراحة الهاند كريم ده كان بيعمل معايا كده، فتحفة جدا بصراحة يعني. الحاجة اللي بعد كده، وهي البادي لوشن ده من بالمرز، ده بالاوليف اويل، تمام. ده مفهوش صلفيت ومفهوش بارابينز ومفهوش مينرال اويل، و يعني كويس تمام. بصراحة ترطيبه كان حلو قوي 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 معايا، والعبوة اصلا بتاعته كبيرة، ترطيبه فعلا كان عميق، كان بيرطب حلو قوي سواء صيف او شتاء، بس مشكلته ان هو ريحته مش حلوة يعني بصراحة، يعني انا ما كنتش بحب ريحته خالص، بس انا كنت بستخدمه كترطيب، فبصراحة عجبني جدا، وسعره كمان ما كانش غالي، كان ب 80 جنيه، يعني حجمه ده كله كان ب 80 جنيه، فعجبني قوي قوي بصراحة. يعني الحاجة اللي بعد كده، وهو طبعا اكتر كريم بعشقه في حياتي، هو كريم كارباميت، تمام، او كارباميت ايا كان النطق بتاعه، الاتنين عادي يعني. ده اكيد كلكم عارفينه يعني، نص الشعب بيستخدمه يعني، ب 9 جنيه. ما بقدرش استغنى عنه بالذات في الشتاء، تمام. طبعا انا قلت لكم في الفيديو اللي فات، او في الفيديو اللي انا كنت عامله لكم الحاجات الاساسيه اللي بتبقى لازم تبقى موجوده عندنا في فصل الشتاء، ده من الحاجات فعلا اللي انا ما بقدرش استغنى عنها بالذات في الشتاء، استخداماته بقى كتير جدا 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 يعني، هبتكلم معاكم بالتفصيل عنه، احنا نقدر نعمل بيه ايه ونقدر نعالج بيه ايه. الكريم ده برضو اللي هو اسمه فوت سمارت، ده برضو حبيته جدا، ده عشان خاطر ترطيب القدم، عجبني قوي فعلا، كان بيرطب وريحته كده عامله شبه ريحه الفول السوداني تقريبا، فبصراحه يعني كان كويس جدا معايا. اخر حاجه في البادي هو البرفيوم ده، كنت جايباه من ايفون، اسمه انكانتو، تمام. انا كنت جايبه اللاين كله، جايبه السبراي وجايبه البادي سبلاش وجايبه البادي لوشن. بصراحه البرفيوم ده ريحته حلوه قوي 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 بجد، لو انت عروسه هاتيه وفعلا هتحبيه يعني. انا بصه تقريبا خلصت نصه، ريحته هي شجري، بس شجري هاديه، جميله جدا بصراحه يعني، انا نفسي بجد ان انتوا تشموا معايا، وفي نفس الوقت برضه ريحته تحسوا كده ان هي ريحه كده ريحه راقيه كده، مش عارفه يعني، انا بحس لما بستخدمه كده ان انا يعني امرأة اعمال في نفسي بصراحه يعني، فبصراحه عجبني جدا 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 يعني. بصوا بقى حاجه انتوا ممكن تبقوا شايفينها تافهه، بس بصراحه من ساعه ما جبتها وليها استخدامات كتير قوي، هو المشط ده، مشط ب 2 جنيه ونص، تمام. المشط ده بجد عايزه اقول لكم انا بستخدمه بالنسبه لشعري يعني في كل حاجه، بيبقى مفيد جدا معايا لو انا عايزه اعمل اي تسريحه في شعري ايا كانت ايه هي، بيبقى حلو جدا معايا بسبب الجزء ده. لما باجي اعمل شعري بيبي ليس او سشوار او اي حاجه، بعوز ان انا اقسم بقى شعري، تمام. برضو بيبقى حلو جدا معايا. بالنسبه للناس اللي شعرها خفيف في التسريح يعني، هيبقى حلو جدا معانا يعني، انا شايفه ده لازم يكون موجود عند اي واحده فينا بجد، تاكدي هتستعمليه، ده لازم يبقى في اول حاجه من شواركم يعني بصراحه، تمام. كده احنا خلصنا حاجات البادي، خلينا بقى ندخل على الميك اب. بصوا اول حاجه عجبتني جدا 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 وعندي منها تاني جوه، هي الاي برو دي من ام ان، ماشي، دي اللي هي درجه البنيات، تمام، اللي هي بيبقى بني غامق وبني فاتح وشمع، في منها بيبقى بني غامق ولون اسود وشمع، ده طبعا بيرجع على حسب لون حواجبك، فانا طبعا جايبه درجه البنيات.
عجبتني جدا. انا عمري ما استعملت حاجه في حواجبي تمام غير البودر دي، لا استعملت بقى اللي هي الماسكارا بتاعه الحواجب ولا استعملت اي حاجه خالص بصراحه، يعني ما استعملتش غير دي، وما بستعملهاش غير مش في جميع الاوقات يعني، لان انا حواجبي خفيفه فما بحبش ان انا استخدم لها حاجات كتير كده عشان خاطر ما تقعش يعني، كفايه يعني انا اللي موجود يعني ملصمه زي ما بيقولوا. فبصراحه عجبتني جدا وسعرها مش غالي يعني، وبجد يعني انا من خبرتي الضئيله في الميك اب جربت حاجات كتير قوي من ام ان، بصراحه انا شايفه ان ماركه ام ان في الميك اب حلوه جدا واسعارها مناسبه لاغلب الناس والكواليتي فعلا بتاعتها كويسه، فبصراحه عجبتني جدا وما افتقدش ان انا ممكن ان انا اغيرها يعني. الحاجة اللي بعد كده وهي برضو من ام ان هي الايلاينر ده، بصراحة حلو جدا، السواد بتاعه يعني حلو باين كده، غير كده اللي هو بيبقى فرشة كده، معرفش بقى ده كده اسمه ايه بصراحة، بيبقى بيسهل عليا في الرسم لان انا ما بعرفش ارسم ايلاينر قوي على فكرة، يعني اللي هو برضو من الناس اللي هو ايه بقعد بقى كده يعني، لكن بقى اللي هو الايلاينر اللي هو بيبقى بفرشة كده او اي حاجة تانية ما بعرفش استخدمه، ده اسهل واحد فعلا بعرف استخدمه، وسعره برضو كان رخيص يعني مش فاكرة والله كان ب 40 جنيه ولا بكام بالظبط. الحاجة اللي بعد كده وهي الماسكارا دي، هي متاكلة يعني هي ممسوحة، ده باين قد ايه يعني انا هلكها استعمال. الماسكارا دي من زوان تمام، مش فاكرة بقى بصراحة من اوريفلام ولا من ايفون، بس هي اوريفلام، من اوريفلام دي اللي هي 3 في 1، بتبقى دي الفرشة اللي فوق دي للتطويل تمام، والفرشة اللي تحت دي للتكثيف تمام. بصراحة عجبتني جدا. انا برضو بالنسبة لرموشي، رموشي خفيفة ففعلا، ورموشي لونها اشقر فبتدي فعلا لون اسود حلو، دي حاجة. تاني حاجة مش بتهبب لما باجي امسحها، مش بتهبب خالص، ودي اكتر حاجة انا حبيتها فيها، لان انا جربت انواع ماسكارا كتير وكنت لما باجي ان انا اشيلها حتى لو بشيلها بغسول بمزيل ميك اب كانت بتهبب وبتعمل سواد تحت العين كده بيبقى منظره وحش جدا يعني، وفعلا بتطول الرموش وبتقلها وبتخلي الرموش فعلا لحد ما كأنك مركبة رموش يعني. فبصراحة عجبتني جدا، كنت جايباها كان نازل عليها اوفر كان ب 99 جنيه، فحلوة جدا بصراحة يعني، من ساعتها وانا عجبتني ماركة زوان. الحاجة اللي بعد كده وهو الليبستيك ده اللي هو من تناكو ده ولا تانكو مش عارفة اسمه ايه، اللي هو الكوري اللي هو بالالوفيرا جيل، بصراحة يعني ده تاني واحد ان انا اجربه، حلو جدا جدا جدا. بصوا كترطيب مش قد كده يعني، انا مش بجيبه بصراحة، انا مش بجيبه كترطيب لان انا ما بقتنعش بالحاجة اللي فيها لون ان هي ترطب كويس. انا بالنسبة لي الحاجة عشان احس ان هي بترطب كويس تبقى ليه الحاجة اللي هي الشفافة، ليه بالم كده شفافة، لكن الحاجات ده بيدي لون اللي هو اكيد كلكم عارفينه يعني، بيدي لون بينك كده او فوشيا، فانا بجيبه بصراحة عشان لونه مش اكتر، بستخدمه اللي هو استخدام يومي لما ببقى نازلة وكده بيدي كده ايه لون حلو، وبرده ساعات بستخدمه كتنت بيدي برده لون كويس، لكن كترطيب ما بيعملش حاجة بصراحة يعني. ده سعره كنت جايباه ب 62 جنيه من الصيدلية تمام. الحاجة بقى اللي برضو عجبتني قوي 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 وهو اللي بالم دي، والله مش فاكرة برضو من اوريفلام ولا من ايفون تمام، دي لونها كده تمام، بس هي ما بتديش لون، لونها بينك خفيف قوي 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 اللي هو يكاد لا يذكر اصلا، فبصراحة بتعجبني قوي، ويمكن دي ترطيبها يعني احسن شوية الى حد ما من دي اللي هي بتاعت الالوفيرا، فبصراحة عجبتني قوي 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 بصراحة يعني. من اوريفلام، من اوريفلام دي لان انا كنت جايباها وكنت جايبة الليبستيك ده يعني، انا كنت جايبة الليبستيك
وعليه الليب بالم هديه، تمام. لبسك كده لونه كده لونه موف. انا عارفه ان ممكن لونه يكون غريب، بس يعني ده من الالوان اللي هي حلوه جدا، بس حلوه ان انا استخدمها في البيت، لكن ما انزلش بيها في الشارع بصراحه لان هو فاقع قوي. ده برضو كان من اوريفليم، حلو قوي بصراحه، مش بينشف الشفايف، ولونه كمان بصراحه جميل. الحاجه اللي بعد كده وهو الليبستيك ده من تشاو، ده لونه نبيتي، تمام، لونه نبيتي. هو باين عندكم في الكاميرا ان هو في الكاميرا ان هو احمر، بس هو مش احمر، هو نبيتي. بصراحه لونه جميل جدا وحلو، يعني لان انا كنت بدور على اللون ده. برضو الليبستيك ده من كايلي او كيلي، ما اعرفش بقى بتتنطق ازاي. يعني بصراحه انا بعشق، انا بميل اكتر للالوان اللي هي النود، بحبها جدا، فده يعني مدي على نود شويه. بحبه جدا جدا جدا، ولونه بيبقى حلو قوي، بس الى حد ما بينشف الشفايف شويه، فلازم نكون مستخدمين مرطب قبله. ده بصراحه مش مكتوب عليه هو انه درجه. الحاجه اللي بعد كده وهي قبل الاخيره، هو التنت ده من ايفر بيوتي، تمام. ده اول تنت انا استعملته حرفيا في حياتي، يعني اول ما قالوا يا تنت او التنت ابتدى يظهر في السوق انا جربته، كان ب 45 جنيه. بصراحه كان حلو قوي، كنت بستخدمه على الخدود وعلى الشفايف كمان، كان بيدي لون بينك بقى، بينك بينك، وثابت جدا 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 جدا، يعني ثابت اكتر بصراحه في الخدود، لكن في الشفايف مع الاكل والشرب لا، ممكن يروح، او مش ممكن، هو اكيد بيروح، لكن للخدود ثابت جدا وما تكتروش منه. يعني لو حد هيجيبه هي نقطة وتتفرد على طول في ساعتها، بيبهدل الدنيا يعني. فبصراحة عجبني قوي. يعني اخر حاجة معانا وهي البالت دي، تمام، من ام ان، ماشي، واضح قوي ان انا بحب ماركة ام ان. يعني دي باليت بلاشر، بيبقى فيها كده 6 الوان، فيها كل الدرجات بقى. يعني بصوا، فيها درجات النود، تمام، 3 اهم، وفيها درجات البينك، وفيها الدرجة دي ممكن نستخدمها كهايلايتر، تمام. دي بقى انا عجبتني ليه، بالنسبة للبنات اللي زيي اللي ملهمش في الميك اب قوي وعايزة تجيبي ميك اب في جهازك، انا هنصحكم نصيحة عشان ما تعملوش زيي. انا اشتريت ساعة جهازي، اشتريت باليت كبيره كده اللي هي بيبقى فيها الوان كتير، فيها كل الالوان النود واللي هي الالوان المترقعه دي، والالوان الوان كتير قوي. انا بطبيعتي ما بحطش ميك اب اصلا، كنت فاكره ان بعد الجواز هحط ميك اب، طلعت بعد الجواز زي ما انا ما بحطش ميك اب غير كل فين وفين لما يبقى عندي مناسبه وانا قاعده في البيت مثلا، لو حبيت ان انا احط حاجه. برضو بلاقي نفسي بميل للحاجه اللي انا بحبها برضو او اللي انا متعوده عليها اللي هي الالوان الهاديه. فلو في بنت زيي ما تغلطيش نفس غلطتي وتروحي تجيبي باليت اي شادو كبيره قوي، تاكدي ان انت مش هتستعمليها في اي حاجه وملهاش اي لازمه وهتطلع اكس صغير عندك. لكن دي ودي انا بقى كنت جايباها على اساس بلاشر، ان انا ايه فيها درجات البلاشر كلها، هستخدمها كبلاشر بس مش اكتر. لقيت ان انا استخدامي ليها بستخدمها كبلاشر لان هي فيها كل الالوان، تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه بستخدمها كاي شادو، يعني دايما لما باجي استخدم اي شادو ما بستخدمش غير 3 درجات دي اللي هي النود، حرفيا ما بستخدمش غيرهم. ف ودي اللي هي اللي بتلمع دي بستخدمها كهايلايتر، والدرجه الغامقه دي البني الغامق ممكن تستخدموها ككونتور لو انتوا بتعرفوا تعملوا كونتور. فدي بصراحه عجبتني جدا ومش غاليه، كنت جايباها تقريبا ب 40 جنيه او ب 60 جنيه، تقدري ان انت تستخدميها في كل حاجه. ده لو انت زيي مالكيش في الميك اب، لكن لو انت ليكي في الميك اب لا، يعني هاتي بقى هاتي، مش هقول لك لا، تمام. ده كده الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. لو حد عنده اي استفسار في اي حاجه سيبلي في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين، واستنوني فيديو جديد تاني باذن الله.